في مزار حديقة القديسة ماري ألفونسين في بيت ساحور أقيم قداس إلهي وأمسية مريمية أحيتها فرقة الرعاة ورعية سيدة فاطمة بالمشاركة مع رعية سيدة البشارة بحضور الأب جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن وعددا من الأباء الكهنة. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأرض المقدسة. بتنظيم من لجنة الصلاة في الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين، شبيبة موطن يسوع، أقيمت أمسية مريمية بعنوان مريم عروس الروح، أحيتها فرقة الرعاة والأخت رند حمارنة، وذلك في مزار حديقة القديسة ماري ألفونسين في رعية العذراء سيدة فاطمة مدينة الرعوات، وبحضور القائم بأعمال النائب البطريركي للاتيني في الأردن الأب جهاد شويحات والأب لويز سلمان المرشد العام للشبيبة موطن يسوع في فلسطين وعدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي وممثلي المؤسسات والأخويات وحشد كبير من المؤمنين إكراماً لأمنا مريم العذراء والاحتفال بالعنصرة. رتلت الأخت رند بصوتها الشجي تراتيل مريمية نقلت الحضور للعيش بسلام ونعمة. وكانت الأمسية المريمية قد نالت إعجاب المؤمنين الذين شاركوا الأخت رند بالتراتيل المريمية. في هذه الأوضاع الحزينة والصعبة التي تعيشها فلسطين وغزة تقيم رعية اللاتين في بيت ساحور هذه الأمسية والتي تبعث كل أمل ومحبة بالسلام لنشر الفرح في أوقات صعبة على شعبنا وإخوتنا في فلسطين وخصوصا في غزة. وكان سيدنا نيافة الكاردينال بيير باتيستا قد زار غزة قبل أيام وأنعش هذه الرعية المدمرة الأرض المحترقة بأمل ورجاء داعيا إلى الصلاة وإلى السلام. عسى أن يعم السلام والخير في بلادنا وفي فلسطين الحبيبة. وفي نفس المزار كان قد أقيم قداس إلهي في نفس المكان لرعية سيدة فاطمة بالمشاركة مع رعية سيدة البشارة بمناسبة الذكرى 9 لتقديس القديسة ماري ألفونسين، حيث ترأس القداس قدس الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي والأب عيسى حجازين كاهن رعية سيدة فاطمة والأب عامر جبران والأب نديم جقمان والأب ممدوح أبو سعدة والأب عمانوئيل وبحضور واسع من المؤمنين. وكان قد سبق القداس تلاوة السبحة الوردية إكراما لأمنا مريم العذراء في الشهر المريمي. نشوف أنه اليوم بعد 224 يوم من الحرب في غزة هذا العيد بيعني لنا الكثير. أمنا مريم ألفونسين القديسة بتعطينا رسالة
بأنه نتحمل الصعوبات اللي نحن بنعيشها في حياتنا، وكله بالآخر يقول إلى خير ومجد الله الأعظم. صعب أنه نشوف بالوقت الحالي كيف هذا الإشي ممكن يصير، ولكن بدأنا نشوف بذور الأمل والرجاء. امبارح دخل على غزة على القطاع غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابيلا ومعه كاهنين وثلاث رهبات حتى يروحوا ويدعموا الشعب المتألم هناك في غزة، ومعهم أيضا أكبر من أكبر جمعيات الكاثوليكية في العالم، فرسان مالطا راحوا حتى يأسسوا مستشفيات متنقلة ويعطوا مساعدات إنسانية على مستوى كثير كبير لأهلنا في القطاع. وهي كانت زيارة عادت بعثت الرجاء من جديد في حياة الأشخاص الموجودين المتألمين الموجودين في غزة بالرغم من استمرارية القصف والدمار. ومن هذا المزار يجتمع المؤمنون للصلاة والتسبيح، يجتمعون ليكونوا على مثال المسيح، اجتمعوا وصلوا لترفع الصلاة طالبين من الله القدير بانتهاء الحرب في غزة والعيش بسلام في موطن يسوع. في ظل الشهر المريمي دائما بحب المؤمنين يتجمعوا حول العذراء، فحبينا كأمانة عامة للشبيب المسيحية في فلسطين انه نلتقي حول امنا مريم العذراء، خصوصا في هذا اليوم يوم العنصرة، حيث نستذكر كيف كانوا التلاميذ خايفين وكانت امنا العذراء موجودة معهم في علية في القدس في بلادنا هون، وكان هذا الخوف إلا ما ربنا يزلزل خوف الإنسان لحتى يزرع فيه الحرية والأمل والفرح في وسط أي ظروف، نفس الظروف اللي كانوا يعيشوها التلاميذ في الماضي. اليوم شعبنا بلادنا وإحنا كلنا عمالنا منعيشها وسط اضطرابات الحرب، وسط خوفنا وقلقنا على أهلنا في غزة، إلا أنه اليوم بدنا نصلي متحدين مع أمنا العذراء حتى ربنا فعلا يحل العدل أولا في بلادنا المقدسة، والسلام اللي هي ثمرة العدل. للنورسات مارلين الحدوة من مزار القديسة ماري ألفونسين بيت سحور بيير باتيستا بيتسابيلا وسائر الكليروس.